سلام، مرحبا بك في فيديو جديد. معك مصعب بلطيف، 18 سنة، مغربي. اليوم صراحة يوم سبيشل بالنسبة لي، يوم خاص بالنسبة لي، لأنه عبارة عن واحد اليوم اللي غنبدأ فيه فصل جديد في حياتي، مرحلة جديدة في حياتي، أو صفحة جديدة في حياتي. اليوم هو 1 أكتوبر، يوم الخميس، كما كتشوفوا هنايا، ف 8:59 دقيقة ديال الصباح. صراحة فكرت بزاف قبل ما ندير هادشي، و 3 شهور الاخرى كنت دائما كنسول راسي يوميا، مصعب شنو اللي غيخليك فرحان من هنا لعشر سنين الجاية. ف بعد بزاف ديال التفكير وهكا، خرجت ببعض الاشياء اللي غنناقشهم معاك من هنا شويه. غنجلسوا انا وياك وغنناقشوا هادشي، اوكي؟ لكن قبل ما نجلسوا وندويو انا وياك، فبغيت نوضح واحد الحاجه اللي هو الوعد ديالي ليك. ففي هاد الفيديوهات غادي نكون سوبر اونست، غنكون معاك صريح 100%، يعني غنشارك معاك النجاح ديالي والفشل ديالي ايضا. ما غنحاولش نشارك فقط النجاحات ديالي، او مهم، غنكون معاك سوبر اونست، نجاحات ديالي، الفشل ديالي، الخطوات ديالي، الابس ديالي، الداونز ديالي، لانني متاكد 100% غتستافد منهم كاملين. صراحه كنلاحظ، وربما انت كتلاحظ، بان في عالم السوشيال ميديا الاغلبيه كيشاركوا فقط النجاحات ديالهم والجود مومنتس ديالهم، وهذا الشيء يقدر ياثر عليك، بل غياثر عليك بطريقه غير مباشره، لانك كتبدا تظن ان الفشل او لا طرالك او لا تعطلت ريزولت. مثلا بديتي مشروع وتعطلت ريزولت واحد شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، غتقول فشلت، علاش هذوك خدوا هاد الغيا وانا لا. ولكن الحقيقه فهادشي ماشي ترو، اوكي؟ سو اي ويل بي ترو، ام كون سوبر اونست وذ يو اجين. وكما قلت لكم، هذا هو الوعد ديالي، غنشارك كل شيء. فتقدر تجيك غريبه الى قلت لكم هذه ما صدقتش ليا، ولا هذه فشلت فيها، ولا صافي سديت هذا. فانا حاط جميع السيناريوهات وغندوي على هذا الشيء من بعد فاش غنجلس، اوكي؟ سو كما قلت لكم، اليوم هو عباره عن بدايه فصل جديد في حياتي اللي متحمس بزاف، لان غادي تكون معايا الكاميرا، ماشي بحال الفصول الاخرى في حياتي. كنت بوحدي، كنت مع الخدمه شي كامل، لكن الان غادي تزاد معايا الكاميرا اللي غنقدر تكون العين ديالكم في الجورني ديالي، في تشابتر، نيو تشابتر اللي غادي نبدا. غادي نوثق كل شيء، غادي نصور لكم من ا حتى زد البلانز اللي غندوي عليهم من دابا. والبلانز اللي غندوي عليهم من دابا فهما عباره عن برين ستورمين اللي عملت، اللي بقيت كنفكر كنقول شنو هي الفيجن اللي غتخليني هابي من دابا لعشر سنين. حيت انا دابا في واحد المرحله في حياتي اللي كنامن انني خصني نفكر لونج تيرم، ما نشوفش حدا رجليا، بل نفكر من هنا لخمس سنين، عشر سنين، اوكي؟ سو يا ذاتس ات، يلا دابا نمشيو نجلسو وندويو نقادو داك الشيء باش الفيديوهات الجايين تكون عارف علاش درت هادي وعلاش ما درتش هادي وكل شيء ان شاء الله، اوكي؟ سو ليتس جو، نجلسو انا وياك في هاد البلاصه، هاد البلاصه، يس، باي. يو، مرحبا بك مره اخرى معايا. اذا فثلاث شهور الاخرى كما قلت لكم كانت كامله تفكير حول كنفكر في السنوات اللي جايه، وكيفاش، شنو الحاجه اللي غتخلي مصعب فرحان انه يديرها، شنو الحاجه اللي غتخلي مصعب كيفاش كل صباح وموتيفيتد انه يديرها. فالنتائج كانوا جوج حوايج اللي غيكونوا رئيسيين، وهما لا باز ديال هاد نيو شابتر ديال ماي لايف ان شاء الله، اوكي؟ الحاجه الاولى غتكون هي العلامه التجاريه ديالي اللي غنبداها معكم، اوكي؟ ف العلامه التجاريه ديالي غتكون الماركة، غادي نقولوا في الفيديو الجاي ان شاء الله، يعني نيتش والسوق اللي غنخدم عليه غادي ندوي عليه في الفيديو الجاي. صراحه البراندين او التجاره الالكترونيه من الحوايج اللي اي انجوي ذا موست، وداكشي علاش حطيتها
كحاجه مين اللي غتكون ليا في هاد نيكست ييرز ديال حياتي. اوكي، الحاجه الثانيه اللي كانت نتيجه من التفكير ديالي فهي الامباكت، والامباكت حاجه اللي خلاتني فرحان بزاف هاد العام ديال 2020 فاش درت فيديوز، فاش نشيت الاول كتاب ديالي وشفت بزاف، تصدمت من الفيدباك والناس كيصيفطوا لي ريزولتس ديالهم. صراحه داكشي علاش حطيتها من الاهداف ديالي من هنا 5 سنين 10 سنين واي نوت. فجوج حوايج، العلامه التجاريه ديالي والامباكت. الامباكت كنقصد به انني باغي ناثر الميشن ديالي، باغي نبرودوسي واحد 100,000 براود براند اونر، 100,000 شخص اللي افتخر بالبراند ديالو، اللي عنده البراند ديالو، عنده علامه تجاريه ديالو فيها برودكتس ومفتخر بهم. فصراحه واحد الفين اللي جاست وير، هذا هو الوصف اللي لقيت دابا. فوي ما غنحاولش نطول بزاف، باش في الفيديو الجاي غنتعمق اكثر في العلامه التجاريه وفي الامباكت اللي باغي ندير واللي بلاني انني نخدم عليه. اوكي، سو ما تنساش دير لايك باش باش الفيديو يطلع ناس اخرين مهتمين في حالك، ووقت ما شفت ان كاين اهتمام او انكم مهتمين بهذا الكونتنت فكون اكيد انني غنهز الكاميرا حتى مازال ما معود عليها، غنهزها او ماكسيموم غنحاول نوثق يعني the max. okay so make sure to leave a like و الكومنتس غنقراهم كاملين في هاد specific فيديو. هاد الفيديو بالذات غادي نحاول نقرا جميع لي كومونتير، علاش لا نجاوب على جميع لي كومونتير اللي يكونوا في هاد الفيديو. خلي الكومنت ديالك وما تنساش دير لايك سبسكرايب باش يوصلوك الفيديوهات الجدادين. اوكي سو كان هذا هو الفيديو ديال new chapter of my life. صراحه راه it means the law that بديت هادشي في يوتيوب وبديت كان بارتاجيه في يوتيوب. new experience for me عاوتاني ونتمنى خير. اوكي نشوفكم في فيديو جديد. باي.